وعن أحوال الطقس، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، دافئ على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ومائل للبرودة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية وعدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.